صباح الخير، مساء الخير، اوكي، شو بخير؟ صباح مشاكم لاباس بخير؟ مرحبا بكم. الحمد لله، الله زالي يسلمك، بيان؟ صحة رمضانكم. صباح الحمد ايبو لله، صحة لاباس رمضانكم. بيان. وربما شفت انايا بلي كاين تقنيه، نقول واحد يشمخ ازار ولا الكوفرتير ولا يرميه فوق يبرد، عندك عندك يطفي ويبرد، هذه تقنيه واحده اخرى يعني. بصح نقول واحد وحده ولا ما عندوش هذاك الريفلكس، غير طيح وتكور سي ديجا راك وزافي صوفي. علاش حنا قد ما كي يوقع الحدث، حنا ماذا بينا ما يوقعش الحدث، وماذا بينا ما يوقعش الحدث، ورانا دوك نقولوا يا ناس يا مرا يا نساء يا كاع العائلات، بلكم الكوزينه بعد الدقائق ولا الثواني قبل الافطار، راكو عيانين وتحبوا ديروا كلش على ضربه سخون، تحبوا شربه سخونه، تحبوا لي فخيت، كلش راهم برونشي هنا يوقع الحدث. نهار لا جورني كامل دار كالم، واحد منا العشيه جوست قبل الفطار الناس الاولاد يبداو يجري ويحبوا يشوفوا شمو ريحه البوله كيشموا، وهنا يقدروا يجوا يقدروا يحطوا يدهم في الطابونه، يقدر يطير يقدر يطير تويو تاع الغاز تشعل النار، وهنا يوقع الحدث. وبلا كنتم ثاني نسالي راكو طيبوا هذيك الشوربه ولا هذيك انا نصر نشوفوها بزاف في رمضان يبغوا لي باركو كوت مينيت. علاش راكو كوت مينيت ما تعمرش للفم؟ باغ اكزومبل واحده دير شوربه عدس مثلا ما تعمريش، يفوت تعمريها غير لي دو تيغ وان تيغ تخليه فيد. هذوك لي دو تيغ لو كان تعمريهم يبوشي لك هذاك ما نقولوا حنايا هذاك شويه تاع العدس يبوشي لك لا شوربه ان اكسبلوز، وشي تحرق تحرق وجهها واشترها. وبصراحة الحريق يكون ثلاثة يعني درجة ثانية عميقة ولا ثالثة، التخاتمون تاعو يطول بزاف بزاف، وما كاش حاجة غالية في التخاتمون كيما التخاتمون دي بغيلي يعني غالي، حتى في التكاليف غالية، تكاليف بزاف غاليين وتاخذ وقت بزاف سنين وكل باش الانسان الحاجة برك اللي لازم يحطها في باله في هذا رمضان. اون با نو كاباسيتي، اون فاتيغي، ما عندناش لي ريفلكس تاعنا، يا لو كان نكتبها ونلصقها في الفريجيدار جو ريسك دو مي بغولي، انا نقدر نتحرق انا ولادي باش ننقد روحي ولا نتفكرها يا لو كان نكتبها. الكوكوت مينيت، الكوكوت مينيت نسمعوا بزاف به الحديث هذا، يرجع بزاف يا غون ريسك تاع الكوكوت مينيت. انا حكايه تصرا تعاود بزاف، تصرا الكوكوت مينيت تعاود بزاف تعاود بزاف. علاش كاين تانيك دي كوكوت مينيت كي نريبوند با او نورم، بالك النوعيه راح نقول لك النوعيه تاع كاين النوعيه وكاين تانيك الاستعمال ما نعمروهاش للفم. الكوكوت مينيت عندها دي ليميت، وبعد يشري الواحد يشري على الصح يعني يشري على الصح يشري على الصح يشغل دير بومبا في الكوزينه تاعو اكزاكتومون. كي الكوكوت مينيت كي الطابونه، طابونه ثاني علاش حنا نحبوا الطابونه خاطش لو فتحها قوي ونحبوا نقليو فيت ميسرا. الطابونه سمحي لي طبيبه، الطابونه الدراري بزاف يتحرقوا بالطابونه، بالك يحطوها في الارض، دي كونسي يحطوها في الارض اكزاكتومون، يحطوها في الارض اللي اكسيسيبل للطفل. شوف الطفل في ثانيه راه مش ما تجي دير هاك ولا تقول خليته في البيت وجيت تمتم ندير حاجه، وانت ما جيت لحقي الكوزينه وسبقت بس كي يحب يحب الانفون لام ديكوفغيغ. دونك عندنا المشاكل اللي باينين عندنا حنايا معروفين، ينسى شوفوه مليح عسي الطابونه تاعك، لا تقدري ما تحطيهاش في الارض، ما تحطيهاش في الارض، ما نقولكش ما تستعمليهاش، كتبك يقول ما تستعملوش، بصح دوك ما كاش اللي ما يستعملش الاولاد شو لا كويزين، ما تخلوش كاع الاولاد قبل المغرب يدوروا في المطبخ، وانت ثاني حاضري على روحك ماشي غير على الاولاد، خاطش انت ثاني الا راكي ام ولا تحرقتي ودخلتي المستشفى شكون راح يعني يعتني بهذيك الاسره كامل؟ انت الا دخلتي المستشفى راهي ديما راه شوف راس تاعها هي ثاني هي مش انا نقول جوستومون هي كاين الطابونه عسوها مليحه، فيغيفي قبل ما تشري وتبرونشي وتانيك لي تويو هذوك تاعنا لي تويو اللي يروحوا بالطابونه لا بوتي دو غاز، نو بيرجي با لا بوتي دو غاز، هذاك اللي تقولي راح تمبيرجيها هذاك ماشي ما هذاك او تليسيتي تقدري تعلي حاجه تصرى عليك الاخر. وعندنا تانيك حوادث اخرى باش كنا في الحوادث المنزليه، كاين تانيك اللي بغولو الالكتريسيتي، على بالكم حنا الجزائريين دوك في الكوزينه تاعنا رانا يا منها تراديسيونيل ومنها موديرن، دوك تلقى كيما تلقى عندي انا في الكابينيت تلقى دي غالونج من 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 الاولاد تاني يحبيو يقدروا يحطوا هذيك لاغالونج في فمهم يقدروا. دونك اون بي افوار اوسي دي بغولوغ كلاسيك اللي نعرفوهم، دي بغولوغ باغ لا بورت تانيك دو فور باسكو عندنا توس، ولا لي بغولوغ كاين اوسي دي ميكرو اوند تاني الباب تاع الميكرو اوند ولا ماشي يقدروا يحرقوا. يعني الانسان يرد باله في رمضان وخلاص، اكتبها في الفريجيدار ولا قدام الباب لا كويزين جو ريسك دو مي بغولي. طيب انا نروحوا كي يكون حريق درجه اولى درجه ثانيه يكون عنده علاج تاعو كما نقولوا سي تان سويفي، والدرجه الثالثه لازم له متابعه طبيه. نعم داكوغ، نعم هذا هي مانيش سوف. سمح لي سيدي، الدرجه الثانيه كاين نوعين، كاين درجه ثانيه احنا كي نحو هذيك النبوله خيسو اللي فليك تاع احنا نحو من الاطباء نزيدو احنا نعينو ونشوفها بلي هذه درجه ثانيه سطحيه وراح تبرى لي بلي بونسمون غير على 15 يوم
الاكثر هي 20 يوم. وساعات ساعات كيشوف باللي راهي تحت سكون ابل لو سوسول اللي غوز بال، ولا تقدر تكون درجه ثانيه واللي رايحه للثالث. دونك هذيك كاينه جوج درجات، كاينين يبراو بالبوسمون كاينين يعسوهم حتى 21 يوم، ولا ما براتش على 21 يوم تروح للجراحه وصرع الجلده. طيب دوكا نروحوا ندوزوا العلاج، نفهموا المشاهدين العلاج. ندوزوا لكاع العلاج تاعك. نعم نوريكم مره تفضلوا. دونك دكتور بهلول، كلنا معرضين للحريق في الدار، لازم يكون عندنا نقولوا ان كيت مينيموم نكونوا حاطينه في الدار، كيما الدواء الاحمر كيما الكول. فيما يخص الحريق واش